يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الورد والفل والياسمين والورد الجوري على عيونكم. خلونا نبلش نهارنا بالتوكل على رب العالمين ومنقول دعائي المفضل: اللهم أني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى إلي يا رب العالمين. الله يفرج علينا جميعا يا رب، وعلى كل واحد من ده، ويفرج الدول العربية كلها بدون أي استثناء، ويفرجه وينصر كل مظلوم. اللهم آمين. ويبعد عنكم كل هم وكل حزن وكل أسى يا رب، ويقرب منكم كل فرحة والسعادة وكل أمنياتكم تتحقق بإذن الله. اللهم آمين. هلا هون أنا شايفين الورد كلاته عم يهر على الأرض، فالوردة اللي بحسها أني إذا مسكتها مثلا هي بتطلع هيك، مسكت معي رأسا هريت بقطفها وبحطها هون على جنب. أما الوردة الآسية مثلا هي، هلا بنشوف هي آسية، خلص بتركها بنتمتع بمنظرها، هي مو كلها هريت، خلص بحطها هي هون. بنشوف هي الساته قوية، هي لا مانا قوية، هرت بإيدينا مثل ما نكون شايفين، بنحطها هون. اليوم عنا شغل كتير إن شاء الله، نتوكل على رب العالمين ونقول يا ميسر الأمور يسر لنا أمورنا. يا سلام الله على ريحته. هي تاني وجبة بيبسها، أنا بيبسه من شال الزهورات، بنشربهم بالشتوية مع الزهورات. هي خلصنا هي الوجبة، هي وجبتنا لليوم، وبس يدبلوا التانيين تبقى برجع بعمل غيرهم. وهلا يا بنات وين رايحين؟ رايحين على فقرة قبل وبعد. اليوم شو قلت لكم بدي اعمل؟ اليوم قلت لكم بدي اعمل نظف هاي المساحة لانه نور ان شاء الله، ان شاء الله طبعا اذا الله يسر واذن، بدنا نعمل هوني على الحيط ديكور حجري، فلازم ننظف له لنور كل شيء كل شيء كل شيء، لازم يكون هون نظيف ورواء اخر رواء. في هون خشب بجوز اعيد تدويره، في شغلات للكب بدي كبها، في معدات يعني كلياته رح نقيمه. علوشي اجى لعندي يشرب قهوه عند الصبح، فتورطوا الله ورطوا. قهوه الصباح اللي رح ساعدك بالوقت اللي عندي، هو يعني انه دوامه بعد الظهر، اللي بساعدك بالوقت اللي عندي لنشوف هلا شو بدنا نشتغل. لقينا ابنوها او حفيد الضفدع كامل، تعال ناخده على البركة. يلا تعا حبيبي، تعا حبيبي، حبيبي ما اجملك انا، حبيبي ما اجمله. ليش قاعد عندك يا حبيبي؟ قاعد بقلب هيك مكان فيه شوية مي، هي تعال اخدك على المي كلها. تعالي طلعوا كيف بدنا نحرره، روح على جده. وين جده؟ يلا روح على جده، حطه نططه، لا خاف لا خاف، يلا نط سباح. ايوه برافو، بطل 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 حبيبي بطل. نرجع هلا بنلاقي ضفدع تاني، في ضفدع بقلب برميل المي، هلا بدنا نطلعه كمان ونحطه بالبركه.
شوفوا قمنا كل الشغلات الكبيرة، يلا هلا منرد نستمر. الضفدع الثاني التم الشمل يا جماعة. شو؟ أليس في بلاد العجائب. أليس في عبي. يلا نط نططه. نكسة نكسة يلا روح. نكسة واحد اثنين ثلاثة هوبا. حلو ما حلو هون؟ ما أحسن لكم قاعدين هناك؟ حلو التم الشمل. يلا نرجع على الشغل. أخيرا وجدنا الضفدع الأم، يلا يا عزيزتي هيا إلى البركة يا حبيبتي. التم الشمل التم الشمل التم الشمل وأخيرا يا أجمل لونك يا حلو لك لافة رجل على رجل كمان. يلا 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 التم الشمل وأخيرا يلا وأخيرا مشيت وراءهم الحمد لله. يلا واحد اثنين ثلاثة غطسي واحد اثنين ثلاثة انكسي نكسة يلا والله ادلع. منيح 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 الحمد لله الحمد لله. ونعود إلى العمل من جديد. هلا بنلاقي ضفدع تاني ونعود إلى العمل من جديد. ترى 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 شايفين خلصناها كيف كان؟ كان هون كاشب معبي الدنيا، كان هون خشب معبي الدنيا، كان في لبن معبي الدنيا ما لازم حاطينه، يعني انه اللي كانوا القديمين قبلنا حاطين لبن وما لبن، فكلاته اخذناه لعند باب البيت عشان بدنا نكبه بالمكب بكره ان شاء الله. بس هيك فضيت لانه نور بده يبلش الاسبوع الجاي. شفتوا الفكره اللي قلت لكم عليها اني انا عم صوره وبدي اجمع فيديو واحد؟ هي ورا هذا البيت، ورا هذا البيت عم بعمله. لهيك لسه ما خلصت. شايفين كيف خلصنا ما شاء الله تبارك الله قبل وبعد. الله يعطي العافيه علوش، راح يتحمم بده يروح لانه على الشغل. هلكته قبل ما يروح على الشغل حبيب قلبي. بس والله العظيم انا ما قصدي اني شغله، هو اجى شافني بده يجي يشرب عندي فنجان قهوه، شافني بلشاني عم بلش معي. بس اول شيء شو عملنا يا بنات؟ اول شيء شو عملنا؟ فضينا الشغلات الكبيره الكبيره، بعدين انتقلنا للاصغر الاصغر الاصغر، بعدين انتقلنا لهون للعشب كلياته عشبناه. بصراحه ما بعرف اني انا مهملتها، بس والله العظيم ما عندي وقت، ما عندي وقت، اقسم بالله ما عندي وقت، ولا ابو عمر عنده وقت ولا اولادي عندهم وقت. فانا قلت بدي اعمل تحدي بيني وبين حالي اني اخلص كل الزوائد الموجوده بهذا البيت، كل شيء نشح بدي اتخلص منه. فيعني ضمن التحدي، بس اليوم الله اكرمني ووقع علاء بين ايدي، الله اكرمني ووقع علاء بين ايدي. هذا المطبخ راح يصير مطبخ وغرفه قعده الحديقه، راح يصير غرفه والمطبخ تبعيه الحديقه، وهذا غرفه نوم للحديقه. هي الباب، هذا الباب اللي هون غرفه نوم راح يكون. شايفين ما احلى باب قديم يا بيت جديد على المفتاح، وبوابك تبكي على اللي راح، وكله من ايدينا يا حصر علينا. شو رايكم يا بنات؟ والله بدي قاعده هون. خي 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 ما احلى النظافه يا بنات، ما في احلى من النظافه والله العظيم. توبه توبه اذا كنت خلي شيء ما اعمل له خطه وبلان اكبر واكبر. يعني والله عم بعمل خطط وبلانات، يعني عم بعمل كثير شغلات بس ما عم لحق، ما بلحق لحالي. شو رايكم بانجازات علوشي؟ والله ما بده لايكات علوشي، حطوا له لايكات وتعليقات حلوه خليه يتشجع مشان ثاني مره يساعدني اكثر واكثر. لا ما انا شو اني استغلاليه.
الله يخلي لي اياهم يا رب، الله لا يحرمني منهم ومن هيك عطفا علي. شو بدنا نعمل هيك نحن يعني انه بنمسك بعضنا بالغربه؟ خلونا ندخل لجوا يا بنات. انا مخ بزر مخي داب، بس اول شيء بدي اطف شويه سلق مشان هي جهزوا طبخه لبكره ابو عمر لانه مسافر اليوم، هو وعمر مسافرين، ابو عمر وعمر مسافرين وما في يعني ما راح اطبخ اليوم، راح مشيها كيف من كان اليوم وبكره بطبخ لهم السلق، بس اليوم بدي اجهز لهم اياه لانه اذا جهزته اليوم بكره بعمل شغلات تانية ان شاء الله. خلونا نروح نقطفه. وهلا يا صبايا بعد ما خلصنا هونيك خلونا نقطف السلق عشان نجهزه لبكره. تعبنا والله تعبنا. بسم الله. السلق الزهري كتير بتجي ورقته ناعمة، ما بضطر اني اقسمه تنتين، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لون لونين ثلاثة أربعة، اللون الوردي هيك الأحمر، اللون الزهري، اللون الأبيض واللون الأصفر. وهيك يا صبايا خلصنا طبختنا، تقطيف طبختنا من السلق، السلق الملون، ولسه عنا وجبة تانية والله، بس عم نخلي لحتى تكبر لأنه هدولك شوي صغار، وهدول غضات، بس هدول ما بضطر إني أبدا إني أقسمهم يعني أو أقطعهم، بسلقهم بحالهم. هلا خلينا نروح على المطبخ. هلا يا بنات شو بدنا نعمل؟ بدنا نقيم الضلع، بس هي شايفين بتلتف فرقة وحدة بنخليها مثل ما هي، لا بدي أقسمها ولا بدي أعمل فيها شيء. هدول هوني بس من قيمة الضلع تبعيته خالص، غض غض ما شاء الله، لا بده كتير. هلا حتى على السلق وقت بدي اسلقه ما بده كتير سلق. الضلع بنعمل منه اطيب متبل. وهلا يا صبايا بدنا نروح نسلقهم. هلا انا هون كنت عندي حاطه طنجره على النار، نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، وحاطه هون طنجره طبق مي بارده عشان نشيل ونحط. هذا
هذا ما بده كتير كمان سلق لأنه غض ما شاء الله. هلأ بناخده نصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمي الباردة طوال. شوفوا على اللون القرمزي، اللون الأحمر كيف حل بالمي. هلأ بناخد كمان وجبة. البهارات اللي راح احطها هي عباره عن اصفر وملح وفلفل اسود وملح وزيت بس. هيك يا صبايا بيكون جهزت طبخة بكرة. شوفوا ما أحلى الألوان، يا إلهي ما أجمل. وقطفت كمان الزهور من الحديقة مشان هيك تكتمل الطبيعة مع بعضها. هيك بيكون خلصت تجهيز طبخة بكرة، لأنه مثل ما قلت لكم قبل شوي إنه أبو عمر وعمر مانون هوني فمسافرين، فبكرة إن شاء الله على جايتهم بجهز لهم طبخة، وراح أحط مع السلق كوسة كمان، محشي كوسة من الحديقة. وهلأ هيك تقريبا صارت الساعة شي 3 عند الظهر، بدي ريح شوي. أول شي بدي أعمل المطبخ، بعمل استراحة صغيرة، وبعدين بدي أطلع على الحديقة. في عندي هيك كم شغلة صارت فوضى يعني، بس بدي رتبها. ووجبة غسيل ونشر غسيل، يعني روتين ما وراء الكواليس. بس اليوم اشتغلنا شغل عظيم جبار، برافو علينا، برافو برافو الإنجازات العظيمة، خصوصي يعني فقرة قبل وبعد بمساعدة علوشي الله يخلي لي يا رب وما يحرمني منه.
هيك بيكون الفيديو لليوم خلاص. بتمنى يكون عجبكم، بتمنى يكونكم استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه، وإذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والاشتراك فضلا فضلا وليس أمرا طبعا في حال عجبكم الفيديو. وهلأ صار فيني إلكم تروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوقات جديدة ووصفات جديدة وبستنة جديدة وقبل وبعد جديدة بقناتي جيلان شانيل. باي باي.